طرف اجنبيه من ما نعرفوش، ممكن تجرى مصايب في تونس ويتفرض الاحزاب كل تقعد مع بعضها وتفرض الورقه عامله الاتحاد كما هي بالصيف على الاطراف الكل. لكن هذا شو النتاج نتاعه؟ هو تاجيل لازمه يجب نحلوها نهائيا. اللي واضح ان الناس هذه ما عندهاش ثقه في بعضها، خلينا نقولوا بكل وضوح. نرجعوا للشعب اللي نحن عندنا فيه ثقه، الناس الكل. سي غازي، هل تمت دعوه التيار الديمقراطي للحوار؟ شو موقفكم خاصه بعد ما صرح سي حسين العباسي بانه يعني الحوار تقريبا اغلق ومشى لزاويه مغلقه وما عادش فما تقريبا تفاهم وتوا باش نحتكموا الى سياسه الشارع؟ شوف احنا معناتها وجدنا الدعوه للحوار الوطني وبعثنا الاتحاد مشكور المبادره نتاعو ودرسناها داخل المكتب السياسي للتيار الديمقراطي وجاوبنا على المبادره هذه كتابيا بنص مكتوب فيه نقاط، فيه مجموعه نقاط، مجموعه ملاحظات على البنود المخطوطه في المبادره هذه. اهم شيء كما كنت نحكي لك انه هو احنا لابد نكونوا متمسكين بالشرعيه، لانه اهم حاجه تخلي البلاد في حاله اقل ما اقصى ادنى مستوى من الاستقرار هو التمسك بالشرعيه، لانه اذا كان بعدنا عن الشرعيه ودخلنا في منطق الفوضى البلاد ممكن تمشي اتجاهات خطيره وخطيره جدا. فكان ردنا واضح انه احنا نرحبوا بالمبادره، نرحبوا بالحوار، نرحبوا بانه نقعدوا على طاوله الناس الكل، نلقاو خريطه الطريق مع بعض الناس الكل، لكن كله يكون تحت سقف المجلس التاسيسي. بس احنا المجلس التاسيسي خط احمر، كل شيء لابد ينبثق من سلطه المجلس لانه هي تمثل على صوت الشعب. حبيناها ما حبيناهاش ان تمثلنا الان انه بعد 23 اكتوبر اصبحت لا شرعيه ولا شرعيه، هذا كله قابل للنقاش، لكن لحد الان هي السلطه الوحيده اللي تمثل صوت الشعب. كل ما يجي منها هي هو يمثل الشرعيه. نمشيو سي بو علي المباركي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، اهلا بك سي بو علي. مرحبا بك. كنتم في الندوه الصحفيه، سي حسين العباسي قال انه الحوار تقريبا اتجه الى طريق مسدود وانه حركه النهضه تناور وتربح في الوقت، وفي نفس الوقت سي حسين العباسي قال انه سنحتكم الى الشارع وانه ستكون هناك يعني تجيش، ما تقالتش بالكلمه، لكن خروج الى الشارع بطريقه سلميه. علاش شفنا بعد تصريحات سي حسين العباسي انه حركه النهضة استغربت موقف الاتحاد خاصة أنه قالت أنه يتجن عليها الاتحاد؟ سي بو علي لو تسمح اسمعني من الهاتف مش من التلفاز. هو عموما شوف تحية لكم ولكل مشاهديكم وبضيوفك الكرام. في الأصل هو نعم هو في الأصل كنا عبرنا على أن البلاد والناس كل تعرف والشعب يعرف والحكومة أصلا هي تعرف وكل فرق السياسيين يعرفوا أن البلاد دخلت في أزمة سياسية، وأزمة سياسية كانت تداعياتها خطيرة على البلاد وعلى مستقبلها وعلى الانتقال الديمقراطي وعلى الفترة الانتقالية هذه، ولكن لابد من طرف أن يتدخل أو أن يحاول أن يمد الفرقاء السياسيين اللي انعدمت بيناتهم السيطرة وما عادش ممكن أن نتواصل ويتواصلوا مع بعضهم بشكل يخلي الفترة هذه تمر بسلام وبأسرع وقت ممكن. فالاتحاد عطوا شغل، قدم مبادرة مباشرة بعد الزلزال العنيف اللي عصرته البلاد في اغتيال الشهيد الحاج محمد إبراهيمي، وأصبح من خلال المبادرة هذه أنه ما هوش وسيط بل شريك في مصير هذه البلاد، ولابد له من خلال هذا التموقع أن يطرح مبادرة ليس من منطق أنه حزب أو كذا، لكن هو منظمة وطنية ولابد أن يلعب دوره الوطني. الأحزاب ما عادش عندها ثقة في بعضها، ودليل على ذلك أن كل المبادرات الحزبية تقدمت كان مسيرها أن ماتت قبل ولادتها. فالمبادرة الوحيدة اللي قبلت على الأقل أنها تحاولها الناس هي مبادرة الاتحاد العام للشغل. الحقيقة الحوار طال وتقريبا 60 يوم، والحوارات والمشاورات
والمحادثات والاتصالات والمكالمات جهرا وسرا، ما وصلناش الى ان نبني هذه الثقه هذه بين الاطراف كلها، كل تمترس في موقع سواء الترايكا سواء المعارضه ايضا. فحاولنا ان تصبح المبادرة هذه أكثر ليونة وأكثر مرونة وأكثر سهولة حتى نعطي أكثر فرصة أن يكون الحوار هذا متجه نحو النجاح ونحو أن نبدأ في الخطوة الأولى على الأقل وفي تجميع الفرقات كلها على مادة واحدة ونتحاور وننطلق ونندفع بأسرع وقت نحو الخروج من الأزمة السياسية اللي مقترة هذه، وما خلي حتى حد يتدخل فيها من غير التوانسة، الحل لابد أن يكون تونسيا تونسيا. ولكن للأسف الشديد حتى بعدما أصبحت أكثر وضوح من خلال خارطة الطريق اللي أصبحت رباعية، هي يعني متبنيتها الرباعية الراعية للحوار الوطني، لاحظنا أنه هناك تخوفات، وحتى إن كان هناك قبول أبدت ترويكا نوع من التحفظ والشروط حول قبولها. مارسنا لا نخفي سرا أن مارسنا بعض الضغوطات على هذا وذاك. في الأخير المعارضة أبدت بكل مكوناتها وكل أطيافها وألوانها أبدت قبولها بدون شروط أو تحفظ، ولكن الطرف الحكومي شنو الشروط سي بوعلي؟ شنو الشروط؟ قلتوا نعم. قلتوا انه فما تخوف، شنو الشروط اللي طرحتها الترويكا وخليتكم تقولوا انه هي تناور تربح في الوقت؟ شنو النقاط اللي اختلفتوا فيها؟ قلتوا تو المعارضه انه ابديت كل التنازلات اللي جيتوا بها في مبادره الحوار، لكن شنو كان موقف الترويكا اللي خليكم انتم تستنتجوا انها تناور تربح في الوقت؟ هي الوضعيه انه هي خريطه الطريق هذه كلها تتمحور حول فيها نقطتين اساسيتين، هو انه دعيني اكمل. قلت انه فيها زوج نقاط اساسيه، هي خلينا نكونوا واضحين، هي من الاساسي والحكومه القية كلها في طاولة حوار، يقع حديثها كلام ويقع حديثها حولها تفاهمات واتفاقات. قلنا المجلس التأسيسي يبقى ويكمل مهامه، وهو تقريبا الجهة الشرعية الوحيدة المزالت، فتبقى تواصل مهمتها وتواصل تأسيسها، لا نربطها بوقت حتى تنهي أشغالها، والحكومة تعبر عن ناحية المادة عن استقالتها لمدة 15 يوم أو 3 أسابيع، ويبدأ مباشرة الحوار والحديث حول أن تتكون حكومة والاتفاق على شخصية ساعة مستقلة اللي هي اللي بتكون الحكومة، والشخصية هذه ما تكونش لا من طرف المعارضة أو الحكومة، هي شخصية توافقية تتفق عليها الناس كل الناس، كل معارضة وحكم، تصبح حكومة متاع كل الناس، تصبح حكومة متاع كل الأحزاب، تصبح حكومة متاع كل الأطراف، وهي تصبح محل ثقة وكذلك مدعومة من قبل كل الأحزاب وكل المنظمات وكل المكونات، ويمكن أن تصبح الثقة هذه تخلينا نوصل إلى الاستحقاقات الجاية بأكثر طمأنينة، لأني لو وقع الوضع كما هو عليه الآن تأكدي أنه لأن الانتخابات المقبلة سيقع الطعن فيها ولا تقبل نتائجها حتى وإن كانت صحيحة، لأن الثقة مش من عدمه، في الحالة ذيك سنجدون أنفسنا في وضع أكثر تأزما مما فيه الآن. لذلك استبقنا وقلنا لابد من حلول تو حتى نوصل الانتخابات بأكثر ثبات، و معناها نوجد انتخابات حرة ونزيهة والشفافة والديمقراطية تكون مقبولة من الجميع. ومرحبا لمن سواء الترويكا هذه الموجودة الآن وهي تحكم أعيد انتخابها أو الناس أخرين، فمرحبا بهم، وعندها سيكون اتحاد أكثر المدافعين على هذه النتائج وأكثر المدافعين على هذه الشرعية الجديدة التي تصبح بعد الفترة هذه الفترة الدائمة. ولكن قلت التخوفات، وحتى وإن كانت مشروعة
يعني ثم شكون يتخوف انه قد لا توجد في الانتخابات، ولكن هذا غير صحيح. وقل والتخوف ايضا من الفراغ السياسي هذا ايضا غير صحيح، ما ثماش فراغ للحكومه تتواصل عملها ولا تسلم الا عندما يقع اتفاق وتوافق على الحكومه الجديده. وكذلك الحكومه هذه مطالبه باسرع وقت باش سواء الحكومه والاحزاب ايضا جميعا ان تتكون الهيئه العليا المستقله للانتخابات، وعندها وهذا قانون دولي، وعندها ولا بد ان تكون الانتخابات في فتره معروفه مع اعتقد 6 اشهر او في اكثر حد 8، في كلتا الحالات الانتخابات عندها ستجرى، وسيكون الاتحاد والمنظمات الراعيه من اكثر الناس الداعمين ومن اكثر الناس المدافعين ومن اكثر الناس. سي بو علي انت سبقتني بالكلام سي بو علي، الاخلاقيه بين كل الناس وان تجرى هذه الانتخابات وان ننتقل الى الفتره الدائمه باكثر ثقة وبأكثر راحة وبأكثر اطمئنان. سي بو علي سامحني باش نقاطعك سي بو علي، الهيئة الإدارية سي بو علي كان تسمح لو تسمعني؟ ثم بعض الشكوك وبعض الكلام. سي بو علي كان تسمح لو تسمعني؟ بعض الندوة الصحفية والهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بدأت بعض الألسن وبعض التصريحات وبعض الكلام أن هناك دعوة للإضرابات والاعتصامات والمسيرات وهذا غير ممكن، مش صحيح، ماهوش صحيح هذا الكلام. الاتحاد إلى مسيرات سلمية وهو مع المحافظ على المرفق العام وعم يحافظ على المنشآت العمومية ومع الحفاظ على أن مصالح المواطنين ما تتمسش، هذا كله لكن ما فماش لا اعتصامات ولا كذا ولا نزول للشارع. من سيحتكم للشارع؟ احنا مش موجود في بوراندي ولا رواندا باش نحتكم الشارع، نحن في تونس وعندنا تاريخها وعندنا تقاليدها. نعم هناك تحركات سلميه ستجرى، ولكن في أنا ومع هذا الباب مفتوح لكل الناس حتى يعبروا على ان الوسيطه هذه او الخريطة الطريق هذه يمكن ان هي معناها بصيص الامل هي اللي توصلنا لحل الازمه. شكرا لك سي بو علي المباركي، شكرا لك امين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، دخلت معنا. حبيت نساله على يعني دعوتهم الى الاضرابات والعصيان البدني والتجمعات، لكن قال انهم مش صحيح، دعوا الى مسيرات سلميه لا غير. به يظهر لي من عاش كان عندكم تعلقوا في الخصوص هذا فيما مداخله سي بو علي المباركي سي غازي والا سي اسكندر. كيفاش شنو هي التنازلات اللي قدمتها المعارضه والمنسحبين من المعارضه؟ او جايين بعد شويه مع سي سمير بطيب نقول اذا كان فما تنازلات، معناتها ما شفناش النواب المنسحبين رجعوا للمجلس الوطني التاسيسي. يعني تعليق طريق صغير على كلام سي مباركي، هو قال في سياق كلامه قال انه المعارضه وكما التركه كانوا غير قادرين على التواصل. بابي فسر لنا برك كيفاش تلاقاو الباجي والغنوشي في جربه وفي حمامات وفي باريز، اذا تواصلوا ولا مش تواصل، سميه لنا شنو هذا تواصل مش تواصل، يعني ثم تضارب في الكلام. من ناحيه ثانيه يقول احنا راهو ما قلناش راهو باش نعملوا لا اضرابات لا حتى شيء، يرجع للبيان اللي خرج على الهيئه الاداريه نتاع الاتحاد اللي عقدت يوم السبت واليوم الاحد، وبين البيان واضح وصريح. ايوه وقال دعت الهيئه الاداريه للاتحاد قدام دعت الهيئه الاداريه للاتحاد الشغل الى اجتماع طارئ قبل بيان النهضه، ودعت فيه الجهات والقطاعات اللي الى تنظيم مسيرات عماليه وشعبيه قالوا هما تشفع بتنظيم مسيرة وطنية كبرى في الأيام المقبلة وفي إطار تنسيق تام مع رباعية الراعي للحوار الوطني في أنها تكون مسيرات سلمية. سمعنا كلمة عصيان مدني سمعناها من برشا أطراف، لكن هاو ستاو سي بو علي قال احنا ما دعيناش الإضرابات وبلاد ماهيش ناقصة وماهيش في حالة. أنا أقول لك هو كان اتجاه مكان ماشي نحو الإضرابات، لأنه يعني المسيرات السلمية هذه ممكن يعني ينجحوا فيها، لكن الاشكاليه كانت هل كان الاضرابات العامه ولا الاضرابات ما ينجحوش، لانه ما ننساوش انه الرباعيه فيها طرف اساسي اللي هو الاتحاد الصناعه والتجاره. هل مصلحه الاتحاد الصناعه والتجاره ومصلحه المنضوي تحت الاتحاد هذايا انه البلاد تمشي في اضرابات في ظل الازمه الاقتصاديه الراهنه؟ يعني احنا مش ناقصين مشاكل اقتصاديه حتى نزيدوا نعملوا اضرابات اخرى، يعني تحس انه حتى داخل الرباعيه الاتجاهات ماهيش متساويه وكل واحد عنده حساباته الخاصه، ولذلك ثم كثير من
من الضبابية وكثير من التضارب في الكلام عند الرباعية واللي عند الاتحاد خاصة. وهذا يوريك إنه القدام المشي له مش واضح بكل، وهذا هو الخطر. والحل ما هوش بالمسيرات وما هوش بالإضرابات، الحل إنه نرجع نقعدوا على الطاولة من جديد بطرق حوار أخرى، نعاود ونعدلوا طريقة النقاش متاعنا وننساو النرجسية اللي عند بارش من السياسيين متاعنا، ونتنازلوا ونحسوا بنبض الشارع، لأنه بالحق نبض الشارع بعيد جدا على نبض السياسيين، يعني العملية متباعدة جدا. وخلي كما تلاقوا، معناتها الغريب أنه الباجي والغنوشي يتلاقوا في جربة ويتلاقوا في باريس ويتلاقوا في الحمامات، وما يتلاقوش حول طاولة حوار قدام الناس في على الملأ ويتناقشوا ويحكيوا ويخلي الناس تسمع. ما قدرش يعديوها مباشرة على الهواء، ما على الأقل بعد اللقاءات هذه يخرجوا بيانات ويقعدوا، مش كان هما وغيرهم تخرج نتائج يعني ماذا يتلقاو ويحكيوا برا واثنين وثلاثة، وبعدك يمشوا له بعدك تجينا ورقة جاية من الاتحاد اللي هي مبادرة طيبة من ناحية النية، لكن في الأخير توصل إلى حالة مسدود. هذه هي الإشكالية، يعني الشعب التونسي مش كنتوا وأنا واحد من مواطنين التوانسة مش فاهمين إيش قاعد صاير. يعني غريب جدا إنه يتلقاو وقالوا لا سي طبخت العمليه وتريقلت والنهضه ونداءات فهم وسي وخرجنا من الازمه، يجي من غدوه الاتحاد يعمل بيان يقول لا مزلنا في الازمه وماشي نختينا، يعني ويجي يصير البر يقول لك لا ما ثماش تواصل، يا ثم تواصل. يعني التلاعب بعقل الناس والتلاعب بمشاعر الناس تعبت، راهي الناس تبي تعيش، الناس راهي تعبت، الناس راهي معاش منجمه صحيح، راه عندنا ازمه اقتصاديه وعندنا غلاء معيشه وعندنا تضخم، لكن راهو ما نحلوهوش بالتعنت هذا بتاع السياسيين كلهم بتاع الاطراف السياسيين الكل، يعني مش بالطريقه هذه نجموا نوصلوا للحل. لا، والشيء اللي ماشيين فيه راهو مصلحه المعارضه ولا مصلحه الترويكا ولا مصلحه النهضه، هذا راهو مصلحه حد، هذا بالعكس بيجيب الوبال على الناس الكل وخاصه على الشعب التونسي اللي ما عادش قادر يتحمل اكثر مشاكل من هكا. يعني القرارات اللي قاعده تهبط طوى من وزاره الماليه انه واللي حضروا فيها الميزانيه 2014 وكيف الحاله الستيج اللي سمعنا باش تغلي في الضوء يا اخي والبنك السنترالي قالت ما عادش تخش في الروج. يا اخي راهو المواطن منين عنده، يعني شنو هي امكانيات المواطن التونسي باش يتحمل كل هذه التبعات وزيد فوق هذا الكل، والناس ماشي هنا لسه يتناقش شكون يقعد في الحكم شكون يمشي نكملوا ما نكملوش، يعني شويه تواضع. خلينا نحسوا بالناس، خل المواطن يفهم وين واصل، وهبطوا للناس وحكيوا معاهم، راهي الناس ماهيش مشكلتها شكون يحكم، الناس مشكلتها كيفاش تحكم. هل في الفترة هذه سي اسكندر هل يجب على قيادي المرحلة بين ظفرين طبعا هما سي رشد الغنوشي والسبسي البيجي قايد السبسي انهم يلقاو حل للاختناق اللي نحن فيه؟ خاطر سمعنا تو نشوفوا في وسائل الاعلام يقولوا فما زوز توا اللي موكل لهم امر البلاد اللي هما قيادي المرحلة او صنفوا كقيادي المرحلة. هذا الوهم اللي حب يروج الاعلام، القيادة بتاع المرحلة هو الشعب بالنسبة لي بتاع المحبة، هذا هو رأي. لا عندناش قياديين في البلاد عليه محبوبين امشي يدخل الانتخابات، هذا امر واقع، امر يحبوا يفرضوه، يفرضوا فيه علينا الاعلام، يفرض فيه علينا اتحاد شغل، يفرضوا فيه علينا معناتها بالمساج، يفرضوا ثم نوع من الفرض. ها عندنا نداء تونس وعندنا حركه النهضه، هذا اقوى معنا في البلاد، وهذو قياديين وهذو كي يقعدوا يتفاهموا تتحل الازمات. ها وقعد وين الحل بتاع الازمات يا اخي؟ قعدوا مره ولا اثنين يا اخي، ما مشوش للجزائر، ما نداهم بالواحد يجيو. الضيحة هذيك راه في حد ذاتها، النقطة هذيك الضيحة في حق تونس. يجيو في الجزائر تو نشوفوا كيفاش نلقاو حل. حتى أوباما تو قال باش يحاول. لا تمشي يدولوا كل الوليدات الصغار هكا فهمتها، ويقعدهم واحد منا ويقول له ها وهكا وهكا، رانا عملوا لنا العار. هالقيادات تحكي عليهم أنت عملوا العار. المشي بتاع الجزائر فضيحة. عمرنا نحن رينا ولينا شنو كما لبنان وسوريا. باش تحكم في لبنان لازم تمشي للشقيقه سوريا ويقولوا لك كيفاش انت تشد وانت تشد، هذا حجمك وهذا حجمك. قلت لك راهو ناقص كان موزمبيق والتوغو ومعاش وانغولا باش تحكم في تونس. راهو مش فاهمين القياده نتاع المرحله الوحيد هو الشعب. ارجعوا للشعب يا سيدي، بخلاف هذا ما نستعرفوا بشيء. نحن ما عندناش قياديين في تونس، كان جعلنا قياديين وناس اللي فعلا قياديه واللي يحبها الشعب واللي عندها التاثير الفعلي معناتها على الشعب. لا عندنا منظمات قادره، منظمات الأربعة نحكي قادرة فعليا أنها تفرض الحل، ولا عندنا شخصيات قادرة تفرض الحل، ولا أحزاب قادرة تفرض الحل. الحل سيفرض من هذا الشعب، وإذا ما رجعوش للشعب سيفرضه بالقوة. إذا تحب ثورة أخرى تجري ثورة أخرى،
اذا حس معناتها بعد الاهانات المتعدده اللي قاعده تصير هذه معناتها بانه السفارات داخله خارجه وقياداتنا وقيادات احزابنا من دوله لدوله يتناقزوا وريناها من حماد الجبالي اللي رجع لحزبه اللي رجع للترويكا نتاعو وقال لهم معناتها اني ريت الامر هذا وكيفاش بلور الامر هذا انه جاب الاحزاب ممثلي سفارات العالم الكل يتشاور معاه يا اخي يرجع للشعب هذا كذلك انا قاعد نشوف فيه الان خلي سفارات خلي الجزائر خلي امريكا قلت لي اوباما زيد باش يستدعيهم يستدعيهم وليدات صغار يستدعيهم يقول يفرض عليهم الحل صغرونا عملونا العار لا هو احقاقا الحق اسكندر قال انا مستعد اني إيه نلقى لكم حلول لا انا بالنسبه لي في مسار مساواه مش امريكا بركيه امريكا وفرنسا شبه وبلجيكا واسبانيا والتوغو والموزمبيق كما سميت ارجعوا للناس الكل الا الشعب ما ترجعولوش ما هذا هذا انا ايش حاب نقول لك هذا امر مقرف بالنسبه لي كل كل وضع في تاريخ بحب ارجع للشعب اخوي خلي الشعب يسيد من يريد هذا فرض الحلول بالطرق هذه هذا ما وهذه الثوره المضاده هذه هذا التوصيف تاع الثوره المضاده التصعيد هذه هي الثوره المضاده نمشيو للناس الكل اي معناتها نمشيو للناس الكل الا الشعب ما نرجعولوش نشوفوا الحل في امريكا في الجزائر منظمات راعي الحوار نشوفوا الحلول الكل الا الشعب هذا لازم يقعد مغيب هذا شعب قاصر بالنسبه لهم ما لازمهمش يرجعوا له وهو في الحقيقه مش قاصر لانه خبنا اجمل من انها تواجه شعبها. طيب سي غازي ما مدى سلميه المسيرات اللي توا يمكن انه نراوها في البلاد تخرج انها تعبر عن غضبها سواء معناتها بدعوه من المنظمات او بتشيش من المعارضه او حتى من الترويكا، شنو يظن انه المسيرات هذه باش تكون سلميه وانه ما تزيدش تعمق الازمه في البلاد؟ حتى ضمان يعني في ظل هالفلتان الامن الموجود الان في البلاد يعني كل شيء ممكن كل شيء وارد يعني الان يعني زوز اعضاء عضو مجلس تاسيسي وقيادي سياسي زوز شخصيات محترمه في البلاد اغتيلوا وضح النهار شنو يمنع انه غدوه مسيره تصير فيها مشكله كبيره يجب تكون مشكله مفتعله يمكن تكون مشكله مقصوده ممكن تكون مشكله على غير مش مقصوده يعني هذا كله وارد يعني اعطيك مثال جدا بسيط يعني في ظل وجود التيارات السلفيه المتشدده والارهابيه الموجوده في البلاد شكون يضمن لي غدوه ما تصيرش مع غدوه تقع تفجير داخل مسيره وداخل مظاهره وتنسب لتيار بالتيارات وتصبح البلاد في فوضى يعني ونعرفوا احنا كنا التيارات المتشدده السلفيه هذه تنشط خلال وجود فراغ امني ووجود خلل سياسي في الدول يعني كما نشط في العراق كما تنشط الان في تونس بدرجه اقل والحمد لله ان شاء الله ما عادش تنشط بالكل مي هذا وارد وارد جدا يعني والشخصيات السياسيه الان اللي قاعده تحمي فيها وزاره الداخليه من شنو؟ ما كلها ضد عمليات ارهابيه يعني ومازال تحت حمايه وزاره الداخليه وتحت اعوان وزاره الداخليه معناتها الخطر الارهابي والخطر الامني مازال موجود في البلاد يعني انت بظل الخطر الامني هذا كل شيء وارد هذه من ناحيه ومن ناحيه من ناحيه ثانيه يعني حتى ما غير ما نوصلوا للخطر الارهابي والخطر من الناس المتطرفه يعني داخل الشباب الان مش قادر انت تضبط ما عندكش انت هالامكانيات داخل المنظمات نتاعنا واللي داخل احزابنا باش تضبط التحركات الشبابيه هذه باش تخليها سلميه يعني يجيوك اربع خمسه اولاد طايشين يشعلوا فيها النار والجماعه ماجورين بطريقه معينه وتصبح فيها ضرب وتكسير ودم هذا وارد يعني ما نجموش نقولوا راه العمليه سلميه 100% والعمليه باش تمشي بالسهوله هذه لا يعني العمليه سامحني قصت عليك على خاطر سمير بطيب ينتظر فينا على الهاتف باش نحاول ان شاء الله يجاوبك على السؤال اللي طرحته بكري انت سي غازي اهلا وسهلا بك سي سمير عسلامة مرحبا بك مرحبا بك يعيشك سي سمير قبيله سي بوعلي المباركي قال انه المعارضه قدمت تنازلات في بعد المفاوضات او المشاورات اللي رعاتها المنظمات الراعيه للحوار وقالت انه المعارضه قدمت تنازلات في انه تلقى حل الازمه هذه شنو هو نوع التنازلات اللي قدمتها المعارضه باش تلقى او باش تنتقل الى بر الامان وبعد السؤال اللي بعده شنو معناها يعني اين تكمن المناورات بالنسبه لحركه النهضه او ربح للوقت نبداو بالتنازلات سي سمير تسمع بينا فينا الو الو سمير والله حبيت تسال سؤال سمير تقول له كيف سيسوقون لقواعدهم العوده للمجلس التاسيسي
يعني كانت نضال كبير للسيد النواب المستقل. سنعتذر السادة المشاهدين لكم أنتم على انقطاع الخط الهاتفي، إن شاء الله مازال ملائنا في البث يعاودوا يتصلوا بسي سمير بالطيب. الفترة هذه فترة حساسة جدا، فترة كما نقولوا احنا نجم نقولوا انتقالية بأتم معنى الكلمة، معناتها نحن نعيش في حالة اختناق، حالة أزمة. فما برشا حتى وسائل الإعلام التسويقي لأنه هذه الفترة اللي هي الهدوء قبل الأزمة أو قبل العاصفة. كيفاش نجم نصنفوا الفترة هذه؟ هل هي بالحق الهدوء قبل العاصفة أو لا؟ أتمنى مش تكونش هذه هي الفترة الهدوء قبل العاصفة، لأن العاصفة لو جينا الآن في تونس الله لا يقدر يعني باش تكون عواقبها خواخيمة وخيمة جدا على جميع النواحي، على الناحية الأمنية، على الناحية الاقتصادية، الناحية الاجتماعية. يعني هذا ماذا بينا ما نوصلوش، لأنه كان نمشيو للسيناريوهات الكبيرة جدا أو السيناريوهات اللي فيها الكو. يعني احنا في بعد هروب بن علي وسقوط نظام وصلناش الى مرحله كو في تونس. يعني برشا ناس كانت تتوقع ان ممكن نوصل كو، ما وصلنالوش الكو الحمد لله. يعني خرجنا من ازمه، او مش ازمه هي، بعد فرحه الثوره عدينا المرحله هذيك بسلام. يعني ما نجيوش الان بعد ما عملنا هالخطوات هذه الكل نجيو نحط ونجيو نهدوا اللي عملناه الكل ونرجعوا كأن ما صار شيء، ونرجعوا للفوضى، ونرجعوا للمجهول. هذا هو الخطر. يعني الان لابد للسياسيين بتاعنا ولا